خلل وزلل حال صيامه كما يقف يصلي سهو حال صلاته. فشرع الله سبحانه وتعالى بجبر خلل الصيام زكاة الفطر كما شرع سبحانه وتعالى بجبر خلل الصلاة سجود السهو. قال وكيع بن جراح رحمه الله ومن أئمة السلف قال إن زكاة الفطر تجبر خلل الصيام كما أن سجود السهو يجبر خلل الصلاة، رواه الخطيب في الجامع. وقد بين هذا النبي عليه الصلاة والسلام بيان واضحة كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر طهرة للصائم عن اللغو والرفث، رواه أبو داود في صحيح الحاكم. فبين عليه الصلاة والسلام أنها طهرة للصائم عما يقع منه حال صيامه من خلل وزلل. وزكاة الفطر واجبة من الواجبات دل على وقوع الكتاب والسنة والإجماع. قال ربنا سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال بعض أهل التفسير معنى قوله قد أفلح من تزكى أي من أخرج زكاة فطره وذكر اسم ربه هو التكبير الذي يكون يوم العيد فصلى أي صلاة العيد. واما السنه فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله عليه الصلاه والسلام زكاه الفطر صاعا من شعير او صاعا من تمر على الصغير والكبير الذكر والانثى الحر والعبد الى المسلمين. واما الاجماع فقد نقل غير واحد من العلم الامام ابي المنذر رحمه الله اجماع اهل السنه والجماعه على وجوب زكاه الفطر. وزكاة الفطر تلزم المسلم ومن يعول، فكل إنسان سواء كان صام رمضان أم لم يصم رمضان فإنه تجب عليه زكاة الفطر، كذلك تجب على من يعول يعني من ينفق عليهم. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وفي جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بنفسه ثم بمن تعول، فيبدأ بنفسه يخرج عن نفسه زكاة الفطر ثم من يعود يعني من ينفق عليه وهم الزوجة والأولاد إذا كانوا يعني معه في البيت وهو الذي ينفق عليه. أما إذا كان أولاد كبار في بيوت مستقلة فبهذه الحالة يجب كل ابن أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن أهل بيته، وأما الأب فإنه لا ينفق عليه في هذه الحالة فيكون الأب غير ملزم بإخراج زكاة الفطر على الأبناء إذا كانوا كبارا ولهم بيوت مستقلة، لأنه لا يشمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وزكاة الفطر كما قلنا واجبة على كل مسلم إلا على حالات أولها الفقير المعدم الذي ليس عنده ما يكفيه يوم العيد وليلته فلا تجب عليه زكاة الفطر لأن هذا يده سائلة وليست يده معطية. ومن شروط زكاة الفطر عند جماهير أهل العلم أن يكون المزكي عنده ما يكفيه يوم العيد وليلته، وأما الفقير المعدم فإنه ليس عنده ما يكفيه فهذا يعطى زكاة الفطر ولا يعطي زكاة الفطر. لكن لو كان عنده يعني زكوات من الناس وصفها عنده يعني طعام كثير له أن يخرج منها زكاة الفطر له ذلك كما قال أهل العلم. أيضا ما تجب زكاة الفطر على الجنين الذي في بطن أمه، وقد ذكر ابن المنذر رحمه الله إجماع أهل العلم على أن الجنين لا زكاة عليه، زكاة الفطر ما تجب على الجنين، لكن لو أراد يعني والده أن يخرج عنه زكاة الفطر فإن له ذلك، وهذا قول أكثر العلماء قالوا يستحب له استحبابا ولا يجب عليه وجوبا. الوجوب لا، اما الاستحباب فانه له ذلك. ايضا ما تجب زكاة الفطر على المات عنده ميت قبل غروب الشمس من اخر يوم من رمضان، فمن مات في رمضان سواء كان اوله او وسطه او اخره فان يعني ورثته ما يخرج عنه زكاة الفطر، لكن من مات ليله العيد فهذا نعم يخرج عنه ورثته
زكاة الفطر. أيضا ما تجب يعني زكاة الفطر على من كان عنده خادم ليس مسلم، لأن من شروط زكاة الفطر الإسلام كما سلم من المسلمين. وأما الخادم أو الخادم إذا كان كفارا فهنا يعني ما يسر الكفيل أن يخرج عنهم زكاة الفطر. لكن لو كان يعني الخادم أو الخادمة مسلمين فإنه يستحق استحبابا للكفيل أن يخرج عنهم زكاة الفطر، ولا يجب عليهم وجوبا لأن هؤلاء هم أجرة. وفرق بين الخادم وبين الرقيق. الرقيق نعم ملزم السيد إخراج الزكاة عن رقيقه، لكن الخادم ليس ملزم، لكن يستحب له استحبابه. وأما يعني إصاب زكاة الفطر فقد بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صاع من طعام كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري المخرج في الصحيحين قال فرض صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من طعام. وحديث ابن عمر قال صاع من شعير أو تمر. وحديث ابن عباس عند ابن خزيمة قال صاع من طعام وصاع من زبيب أو تمر أو بر. فبينت هذه الأحاديث أن الزكاة أولا خاصة بالطعام، ولا يجوز إخراج الزكاة إلا طعاما، لأن زكاة الفطر عبادة من العبادات، والعبادات توقيفية أن يقف العبد على ما جاء به النص، فليست العبادات اجتهادية يجتهد الإنسان على هواه. فمن أراد إصابة السنة فعليه إخراج زكاة الفطر طعام، ولا جده إخراج غير الطعام. فإن بعض الناس ربما يعني أفتى بإخراجها مال، وهذا يقول لا شك أن هذا القول ضعيف من وجهين. الوجه الأول أنه مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا اجتهاد عن النص، ولا عمل يقول أي أحد كان من الخلق ما قول النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قول من مالك رحمه الله يقول من يخذ القول ويرد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا إخوان عبادة، والعبادات توقيفية، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ هذه الشريعة عن ربه. فلا الإنسان يقول الله إن هذا يعني أنفع للفقير، يقال له هل أنت تعلم بمصلحة الفقير لله سبحانه وتعالى؟ هل أنت تعلم بمصلحة الفقير ورسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ربنا عز وجل فرضها طعام، هو أعلم بخلقه سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق أو من الخبير؟ النبي عليه الصلاة والسلام فرضها طعام وهو أرحم بخلق الخلق، قال تعالى فيما رحمة من الله قلت لهم. فالواجب يا إخوة ألا يقول فلان يقول فلان وأنه يجوز المال، يقول يا أخي إذا أنت أردت الخير لهذا الفقير ادفع الزكاة كما هي طعام، ثم تعطي مال صدقة من عندك. أما أنك أردت أن تعطي مال مقابل الطعام في هذه الحالة لا يفسد، كما قال الإمام أحمد لما قيل له يا أبا عبد الله زكاة الفطر أتعطى؟ قال دراهم. قال لا. وقيل أن عمر بن عبد العزيز رخص فيها، قال أين عمر عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أيضا هذا محفوظ بإجماع الصحابة، فإن بإجماع الصحابة أن زكاة الفطر ما تخرج إلا طعام. فالواجب على الإنسان أنه يخرج طعام، وهذا الطعام أولا يجب أن يكون من غالب قوت البلد. إذا كان في البلد هنا غالب قوت الأرز أو الدقيق فإنه يخرج من غالب قوته، ولا يخرج شعير لأن الشعير هنا ما يمكن. فالعدل يجب من غالب قوت البلد. الأمر الثاني أن يكون الطعام طيب ولا يخرج الرديء. قال تعالى ولا تأكلوا الخبيث منه تنفقون، إنما يأخذ الإنسان الطعام الذي يقدمه لأهله كما قال عز وجل من أوسطهم ما تطعمون أهليكم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. الإنسان يخبر هذه قربة يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى فيقدم الطعام الطيب. وأما يعني مقدار الفطرة هي صعب،
واختلف العلم يعني في مقدار الصاع، هل هو كيلوين ونصف او اقل او اكثر. وقد جاء في فتوى هيئه كبار العلماء ان ثلاث صاع، ان ثلاث كيلو، ان الصاع ثلاث كيلو. وينبغي يقول الانسان ان يتقيد بما قاله علماء بلده، ولا يعني ينظر الى علماء البلدان الاخرى، بل يجب عليه ان ينظر الى علماء بلده. هكذا كان السلف يرجع الى علماء بلادهم. بعض الناس ربما يعني يدخل في الانترنت ومع ذلك ويبحث، والى عالم في المشرق واخر في المغرب، وياخذ باقواله عند علماء ثقات في بلاده لانهم عز المعرفه. لكن بعض الانسان يخواه انه يعني يتقيد بالفتوى التي عليها علماء بلده. ايضا يخوى هذا الطعام الذي يخرجه ينبغي عليه ان يتقبل اقاربه. ان كان احد من الاقارب بحاجه منه يدفع الزكاه له، لان الصدقه على ذو القربى فيها اجران، اجر القربى واجر الصدقه. فان لم يكن فليتفقد جيرانه. هناك من الجيران هو فقير، يقول عليه الصلاه والسلام: لا يؤمن بالله واليوم الاخر من بات شبعان وجاره جائع عنده. رواه مسلم. اما اذا كان يعني الجيران امور طيبه فلا ينظر الى الفقراء في البلد الذي هو فيه. واما يعني وقت اخراج زكاه الفطر فقد بينه النبي عليه الصلاه والسلام، وان لها وقتان: وقت الفضيله ووقت الجواز. وقت الفضيله وهو اخراجها يوم العيد قبل صلاة العيد، يعني صبيحة العيد قبل صلاة العيد، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها قبل ذهاب الناس إلى صلاة العيد. وأما وقت الجواز فهو قبل صلاة العيد بيوم أو يومين، يعني إذا كان رمضان 30 يوم تكون إما ليلة 30 أو ليلة 29، ولا يقدمها قبل ذلك. لو خرج ليلة 29 أو 27 قال العلم ما تجزي عليه الإعادة، حكم من صلى قبل الوقت. فالواجب على الإنسان إذا أراد أن يخرج قبل عيد يوم أو يومين أن يعرف معنى يوم أو يومين، يعني إما ليلة 30 أو ليلة 29، هذا إذا كان رمضان كاملا. أما إذا كان رمضان يعني 29 يوم فإنه إما يخرجها ليلة 29 وإما يخرجها ليلة 28. قال عليه الصلاة والسلام كما في سنة أبي داود وسنة الألباني من حيث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من أداها قبل الصلاة قبل صلاة العيد فهي زكاة متقبلة، ومن أداها بعد الصلاة يعني بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. من أخرها وأداها بعد صلاة العيد أولا يعزم وعلى توبة، ثانيا أن هذه ما تسمى زكاة فطر إنما تسمى صدقة من الصدقات. لماذا؟ لأنه أخرجها بعدما خرج وقتها. فمن أخرجها قبل وقتها ما تسمى زكاة فطر، ومن أخرجها بعد وقتها ما تسمى زكاة فطر. ما تسمى زكاة فطر إلا إذا أخرجت في وقته المحدد شرعا. هل هو يا بعض الأحكام المتعلقة في زكاة الفطر؟ هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.